فنيا الاهلي يعدي المنستيري والزمالك يعدي فلامبو، يعني فنيا ما فيهاش مشكله مش كده؟ هل انت متوقع تغييرات في التشكيل بتاع الزمالك؟ امام عاشور راجع طبعا. امام عاشور وشيكا راجع، ممكن شيكا يبدا؟ كان معايا كابتن كاس قال لي انا شايف انه يا ريت يبدا. هو ممكن يبدا، بيه الماتش، و قال هيفك بسرعه في اول ربع ساعه الهيصه دي بتاعه الفرقه دي. هو دي ميزه عند شيكا، اللي هو في الحاجات الضيقه ومع الفرقه ديت بيعرف يحل ويعمل السروهات والحاجات اللي انت عايز تعملها. ان شيكا وامام شايف اكتر اتنين يحلوا متوقع التكتل. يبدا بيهم يعني؟ متوقع امام يبدا اكتر من شيكا بكره، يعني على حساب رؤى طبعا، هو كان بادئ برؤى الماتش اللي فات. لا مش على حساب رؤى، هو كان بادئ برؤى، بس انا اعتقد ان هو هيبدا بكره اربعه مش ثلاثه. مش هيبدا ثلاثه، أربعة ورا؟ أربعة ورا، يعني هيلعب اتنين سردباكات بس؟ اتنين سردباكات وده الطبيعي بصراحة الفرقة، يعني هيلعب عبد الغني والونش؟ اتنين سردباكات و طب خلينا نقول عبد الغني والونش؟ عبد الغني و... لا الونش بره لسه الماتش. الونش سوري أنا آسف، الونش المصاب. عبد الغني وحسام عبد المجيد، وناحية اليمين عمر جابر، يا إما المسلوسي، يعني واحد فيهم، وعمر ممكن تلاقيه تالت في نص الملعب مع يعني فتوح في الشمال خلاص، يبقى المسلوسي وفتوح في الشمال وحسام عبد المجيد وعبد الغني في قلب الدفاع الاربعه ورام عواد في النص ثلاثه بقى عمر ثلاثه من الاربعه اللي اقولهم لك امام والوردي ورؤى، واعتقد ان رؤى هيبقى ثابت في الحته ديت في سته، وعمر يعني رؤى يبقى ثابت ولا الوردي؟ ما لو رؤى لعب وردي ما لعبش، ما هو الراجل لعبه 8 الماتش اللي في الملعب والست، لعب رؤى او لعبهم هما الاثنين جنب بعض يعتبر، عشان كنا بادئين بثلاثه احسن يعني. دي وجهه نظر اللي انا شايفها، هو يلعب سته مع امام لانه لسه محتاج تطوير شويه في الناحيه اللي قدام دي. طبعا هو كمان رجل بصير كويس ورجله بتوصل وبيعمل الباص بشكل كويس من تحت، مجهوده كويس وانقضاضه كويس، الحته الهجوميه عنده مش محتاجة احسن شغل شويه. فهو بس صغير في البلد، 21 سنه، صغير في السن. طبعا يعني يوسف اسامه اكبر منه. يوسف اسامه اكبر او نيمار انت بتقول لي اهو يوسف اصلا والله. طب صح ولا غلط؟ مش اكبر منه؟ ايوه اكبر. فهم انت متوقع يبدا برؤى او زكريا الوردي مع بعض وامام او عمر؟ رؤى او زكريا وامام او عمر واحد فيهم. الفرقه مش محتاجه كل دول يعني، الفرقه يعني هو بيلعب اربعه، هو كده بيلعب اربعه، يعني بيلعب ثلاثه او يعني الماتش اللي فات بدا ثلاثه وراح بين الشوطين مغير خلاها اربعه، او اللعب شغال كمان خلاها اربعه ورجع لثلاثه تاني في الاخر على حسب التغييرات. انا موافقك في ان عمر ممكن يبقى في نص الملعب وامام عاشور يبقى موجود، وواحد من الاثنين يا زكريا يا رؤى، يعني الاثنين مع بعض اعتقد كتير، ولا انت مش معانا في دي؟ هو انا رايي الفرقه اللي بيلعبها نادي الزمالك لو لعب بقى اي حد في اي مكان الموضوع ماشي. لا انا بتكلم على دماغه هو كراجل افكاره هو، لان خد بالك برضه هو انت ممكن تجرب يعني، وهو بيجرب خد بالك في دماغه حاجتين، ان في دوري بعد اربع ايام، فهو اكيد دماغه برضه زي كولر اكيد بيفكر في دي، وعنده سوبر افريقي سوري سوبر محلي بعد 10 ايام، فهو الراجل اكيد هو برضه شغال. بس المنافسين هيبقوا مختلفين تماما طبعا عن الفرقه اللي بتجهز اللعيبه تشكيلته. انت تجهز اللعيبه، انت قلت نقطه مهمه، اجهز اللعيبه طبعا، يعني كل يعني شيكابالا يبدا ويلعب، انت فاهم؟ مش قصدي ان المنافس بقى صعب لا انا بتكلم جهز كل لعيبتك بحيث يبقى اختيارك بعد كده للمناسب بالنسبه لك، ما تجيش واحد تختاره يكون اصلا بعيد فنيا بقاله مثلا 3 4 ماتشات هو ما لعبش، انت فاهم؟ لان انت هتبدا بيه الدوري وهتبدا مباراه السوبر، يعني برضو زي النادي الاهلي اكيد نادي الزمالك واخدها مرحله. هو لازم مهمة. يثبت نص الملعب طبعا. طب ما انت متوقع بكره يبدا يلعب بمين؟ امام عاشور انا شايف انه اكيد هيبدا، هو امام غياب الماتش اللي فات يعني، بس هو الراجل ارصص غنانه وعدت، بس انا متهيألي عادي حتى لو ما لعبش امور عاديه يبقى بشوف الناس برضو، يعني بشوف الناس جوه، يعني زكريا الوردي مهم ان هو يبدا لسبب واحد لازم اشوفه مع لعيبه جنبه، يعني لازم زكريا هو تحت امام شويه. انا بتكلم في ايه يعني، هو لازم يبقى واحد ضمن الاثنين او ضمن الثلاثه، لان هو لازم يتشاف بشكل كويس عشان اقدر احكم عليه ان هو هيبقى اللعيب الاساسي بتاعي ولا لا، ولا رؤى ولا لا. انا شايف ان شايف اللي هو مش هيستبعد رؤى اصلا، يعني رؤى يبقى بديل، لا هو مش هيشيله من التشكيله، يعني بكره هيلعب؟ هيلعب، انا شايف اللي هو هيلعب. لا بتهزر، انا ما بهزرش يعني، مع كل الهجوم دول. ما انت بصيت على كل الفتره، على فكره هو ماشي كويس قوي الفتره اللي فاتت، لا يعني مع كمان بعد ما جه عمرو السيسي وجنابيل عماد انا بقول لك هو وردي. يعني نبيل عماد
لسه دونجا قدامه مصاب شوية. لسه ما خلاص السيسي يعني. مش متأيد، مش موجود دلوقتي، مش موجود أصلا. ولسه برضه عقبال ما يخش مع الفرقه. فاروق هو الوحيد اللي ضامن مركزه بكره بالثلاثه. لا يا راجل، انا بقول لك الكلام ده، الوحيد اللي ضامن مركزه طب يعني روق، انا روق وامام وعمر، انا رايي انا ممكن الثلاثه، عشان الثلاثه يبقى فيه عنده حلول. يعني عمر بيزيد في الحته الهجوميه كويس، وقت ما يحب يزيد بيخليه يزيد. وامام يعني نفس الكلام، ممكن تلاقي نفس الثلاث، وامام نفس الكلام. انه كمان الراجل طلع زكريا الماتش اللي فات بدري. انا كنت شايف انه يكمل، واتفقنا انا وانت على كده انه كان يكمل الماتش عشان يديله فرصه اكتر. تمام. انت موافقين على الثلاثه دول كتشكيله والاربعه اللي ورا؟ بس انا رايي زكريا بس لازم ياخد وقته مع الفرقه، لازم ياخد وقته عشان تحكم عليه بشكل كويس. يعني ومش هتلاقي فرصه احسن من دي. يعني الماتشات دي خلاص، يبقى كابتن سيد شايف زكريا ورؤى وامام ولا وإمام. عمر إمام. انت مش محتاج لعمر في ضمن الثلاثه في مباراه زي دي. هنشوف بكره من كلامه يطلع صح. الثلاثه اللي الفراوده، خد بالك انا مشارك معاكم اهو في الكلام، الثلاثه الفراوده زيزو ونداي وسيف. مش شيكا، مش هيبدا بشيكا. لا مش هيبدا بشيكا، عشان شيكا برضو قعد بتاع اربع خمس ايام تعبان وفي البيت وما كانش بينزل التمرين. بس في وجهه نظر انه يبدا بشيكا. انت شايف هيبدا بشيكا؟ انا يعني الطبيعي ان هو يبدا بيه، لان المباراه زي ما بقول لك هي بتتاخد اكنها، خد بالك الجمله اتفقنا على التجهيز. التجهيز يعني زي يعني مثلا ايه، ما هو برضه نضاي انت لسه نفس الكلام اللي بتقوله على زكريا الورجي، فينطبق على نضاي اللي هو ياخد ماتشات ويخش جوه الفرقه. لا بس هو شيكا بالنسبه له ما لعبش خالص. يعني نضاي لعب، لا بس شيكا لعب الماتشين، لا ماتشين افريقيا بقاله 10 ايام، بقاله 10 ايام، بقاله 15 يوم ومش موجود في الملعب. انا قصدي ان هو ياخد، لان هو هيبقى اولويه بالنسبه له الفتره الجايه. لا مش كتغييره، هيبقى اولويه كتغييره، كتغييره. طيب انا بتكلم في بعض تجهيزه الوقت. تجهيزه لازم، يعني انت شايف شيكا وزيزو والجزيري. لان الماتشات دي انا نقطتي بس اللي بتكلم فيها، الماتشات دي ماتشات تجهيزيه. لان المنافس، انا بقول لك لو المنافس اقوى شويه ممكن هتشوف. طب انا عشان اكون فير ومحايد، انا فيما يخص الثلاثه بتوع نص الملعب انا معاك، لكن في الثلاثه الفراوده مع سيد ماهو. حلو كده عشان نخسر. انا برضو انت خسرت، انا مع كسبان. كلنا خسرت، انا كسبان، كلنا جايين بالجواكت النهارده. انا كسبت حاجه حلوه، انا كسبت حاجه. انا قاعد، انا مجبر بالجواكت. واحد يمين واحد شمال ومشي الدنيا. طب نقول التشكيله المتوقعه للنادي الاهلي، بس نطلع فاصل كده سريع ونرجع نتواصل تاني.